على فكرة أنا فاهمة كل حاجة، فاهمة يعني، وفاهمة كل الحاجات، ومن أول يوم لحد النهاردة كنت كل مرة بفهم على طول من غير ما حد يقول لي أي حاجة، وأقدر أفتي فتي السنين في كل المواضيع اللي حصلت دي، لأن لما حضرتك تبقى أثناء. يا نهار أزرق، مين اللي فرقع إيه؟ يا بنتي ده أنا لسه عمالة أقول بتاعه وعاملة نفسي. خلاص طب روحي بقى عشان عندنا ضيوف. انا مش فاهمه حاجه خالص. بصوا عشان نفهم، تعالوا نروح كلنا نترمي في حضنها، هي اللي هتقول لنا احنا كنا مين والمفروض نروح على فين. هي مين؟ هي صاحبه السعاده. صاحبه السعاده بدءا من الجمعه 4 ابريل على CBC 2.